أهلا بكم. مع دخول الحرب في أوكرانيا يومها 80 واحتدام المعارك شرقي البلاد، توقعت الدفاع الأوكرانية انتهاء الحرب مع روسيا نهاية العام الجاري، فيما أعلنت كييف أنها لن تتنازل عن سيادتها مقابل حفظ ماء وجه روسيا. وذكرت أوكرانيا أن الجيش الروسي قصف بشكل مكثف نقطة دونيتسك بقذائف الهاون والصواريخ لإلحاق أقصى قدر ممكن من الأضرار بالجيش الأوكراني. وإلى تشينييف، حيث تواصلت الهجمات الروسية على المدينة، فيما يحاول السكان البحث عن مأوى بين الدمار ومخلفات الحرب. أما في منطقة دونباس شرقية أوكرانيا، تدور معارك ضارية نتيجة تركيز موسكو هجماتها على هذا المحور، رغم عدم تحقيق تقدم يذكر وفقا للاستخبارات البريطانية. وبالتزامن مع احتدام المعارك في عدة جبهات، تجري مفاوضات وصفت بالصعبة جدا بشأن مصير آخر المدافعين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية. والآن مشاهدينا الكرام، نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.